لم تعد ثمرة الكنار أو ثمرة شجرة النبق مجرد سلعة غذائية محلية في البحرين، بل أصبحت موضوعا للتنافس بين المزارعين البحرينيين ضمن مهرجان الكنار الأول للحصول على جائزة أفضل منتج للكنار الذي يقيمه قطاع الزراعة في الحكومة. فاليوم نشوف ما شاء الله كل المزارعين اجتهدوا في انهم يجيبون افضل ثمار الكنار اللي موجوده في مزارعهم، وجاري بينهم تحكيم يمكن 15 مزارع تقدموا، وان شاء الله تعلن النتائج عقب شوي. ففي روح تنافسيه حلوه، وفي نفس الوقت في احتفاء بثمره من ثمار البحرين المشهوره. التنافس بين المزارعين المحليين كان على اشده، ما جعل اللجنة المنظمة تعمد إلى إدخال الجمهور التحكيم لحسم التنافس. أخذنا العينات من المزارعين وخلينا عليها الأرقام، اخترنا 10 من الزواغة، 10 من 5 نساء، 5 رجال، وعطينا كل واحد منهم هذا الفورم، وهم بيزوغوا الأصناف وما يدروا أصناف هذه لمن، وبيزوغوا بيضعوا عليها الدرجات اللي هي من ممتاز إلى جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف. وارتبط اسم ثمر الكنار بأساطير عدة في الموروث الشعبي البحريني، منها أن الشخص الذي يأكله لا يصاب بالمرض حتى موسمه القادم، فيما يجدد مناعته عن طريق أكله مرة أخرى. وأكد مزارع الكنار إن الأساطير التي تحيط به تلعب دورا هاما في بيعه، مشيرين إلى المثل الشعبي إيش عرف الحمار بأكل الكنار، الذي يضرب للدلالة على الكم الهائل لفوائده. من منطقة البديع في مملكة البحرين، محمد العرب، العربية.